الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن التقوى هي وصيته للأولين والآخرين. قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، سؤال يطرح بعد كل رمضان: ماذا بعد رمضان؟ وها هنا وقفتان. الوقفة الأولى عباد الله هو سؤال الله جل وعلا القبول لكم في هذا الشهر الفضيل الذي انقضت أيامه وذهبت لياليه العطرة وذهبت تلك العبادات إلى رب العالمين. ولذلك من الواجب على كل مسلم أن يدعو الله جل وعلا بالقبول. فقد روى الترمذي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قول الله جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يا ابنة الصديق، إنما هؤلاء الذين يصومون ويصلون ويتصدقون أولئك يسابقون في الخيرات. ويقول علي رضي الله عنه: كونوا لقبول العمل أشد من اهتمامكم بالعمل. ذلك أن الله تعالى قال: إنما يتقبل الله من المتقين. ولذلك عباد الله، من المهم جدا أن يهتم الإنسان لقبول العمل. وقبول العمل إنما يكون بعد رحمة الله جل وعلا وتوفيقه، بإخلاص النية لله جل وعلا، وبمتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم اهتمامهم لقبول العمل أشد من اهتمامهم للعمل، لأن الله جل وعلا قال: إنما يتقبل الله من المتقين. ولأن الله جل وعلا قال: أيكم أحسن عملا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، وهداني وإياكم إلى ما فيه رضوانه والجنة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، عباد الله، الوقفة الثانية هي الاستمرار على العمل الصالح. ذلك أن الله جل وعلا قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هنا الموت، فليس لعمل المسلم غاية دون الموت. ولذلك لا يكون المسلم موسميا، بحيث أنه إذا انتهى مثل هذا الموسم الكريم انقطع عن العمل الصالح، فليس هذا من أخلاق المسلمين ولا من منهج الصالحين. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ففي شهر رمضان أظهرتم طاعة لله عز وجل بهذا الصيام وبهذا القيام وبتلاوة القرآن وبكثرة ذكر الله عز وجل وبالدعاء
وبالصدقة وبغيرها من الأعمال الصالحة، فواظبوا عليها يا عباد الله، واظبوا على هذه الأعمال الصالحة التي هي هبة من الله جل وعلا لكم، يكفر الله جل وعلا بها الخطايا ويمحو السيئات ويعظم الدرجات. فالله الله بالاستمرار على العمل الصالح وبعدم الانقطاع عن ذلك. هذا وصلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى، إذ أمركم الله جل وعلا بالصلاة والسلام عليه فقال وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. ووفق اللهم إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وانصر به دينك، وأعز به كلمتك، ووفق جميع حكام الإمارات لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا البلاء وأزل عنا الداء، إنك على كل شيء قدير.